الفنان التشكيلي سالم رشاد كريمه، منورنا النهارده وهنتعرف على أهلا اخر بحضرتك، واهم اعماله. مساء الخير، مساء انا النور يا سهلا فندم، أهلا بحضرتك. بيك، شكرا على الاستضافة. منورنا. في البدايه، اتجاه حضرتك لمجال الفن التشكيلي بالتحديد للنحت النحت، أيوة، بدأ من فتره طويله، من حوالي 10 سنوات. 10 سنين. الموضوع ليه علاقة بالدراسة ولا كان لا، موهبة كان موهبة، واشتغلت عليها بشكل كبير؟ موهبة من وأنا صغير، وكنت مثلا دايما أساعد زمايلي في حصة الرسم وكده، وبعدها بعد ما خلصت الدراسة وسافرت الإمارات بدأت هناك شغل النحت، قعدت هناك حوالي 9 سنين، وكنت بنزل مثلا الأجازات اللي هي السنوية، وبعد كده نزلت مثلا استقريت من 3 شهور كده. جميل. أنا بدأت بالجبس على طول، ما فيش أي مراحل سابقة. لأن استخدمت أنا الجبس في شغل الأصباغ والدهانات وكده، فكان عندي خلفية عن خلفية عن التعامل معاه. استخدامه، جميل. وبدأت بيه. خامات النحت بشكل عام بتشوف انها متوفرة وفي المتناول، ولا في الوقت الحالي في مشاكل فكرة ان الفنانين يقدروا ان هم يقدموا اعمال لا، ليها علاقة بمجال الخامات النحت؟ كلها يعني سعرها في متناول الجميع، والجبس سعره رخيص، والطين الأسواني برضو كذلك. وظفتها بشكل ايه بقى؟ أنا عملت آخر يعني أنا كان دايما شغلي كله تجاري بره على الجدران، ولما نزلت مصر بدأت إن أنا أعمل بقى أعمال ليا، إن أنا أعرضها بره في المعارض. دي كانت خطوة جديدة خالص. دي كانت أول خطوة ليا، عملت عملين، واحد في ملتقى الإبداع الدولي في ساقية الصاوي، عبد المنعم الصاوي في الزمالك، في الملتقى كان من حوالي أسبوعين، يوم 11/10، قدمت واتكرمت، ايه بقى في خلال قدمت المعرض؟ فيه لوحة بنت حي الجمالية، نحت ريليف، يعني نال إعجاب الناس اللي هو موجودين. أول خطوة، وخطوة جديدة ومشاركة، ومعرض كمان فالحمد لله، يعني ردود أفعال مباشرة على طول من ردود المعرض. أفعال مباشرة الحمد لله كانت كويسة، واستلمت فيها من يعني أعلى التقديرات فيها، خدت سفير الفن التشكيلي الفنان الدكتور محمود علي، هو صاحب أكاديمية التنمية، اداني يعني شهادة السفير. احنا معانا دلوقتي عمل على الهواء، استأذنك تبص على السكرين وتقول أيوة، لي تعليقك على العمل اللي معانا. ده أنا عملته في التجمع الخامس، في فيلا في التجمع الخامس، وفنشته. يعني ده ياخد معاك وقت قد ايه؟ ده خد مني وقت 4 أيام، أربع أربع أيام. أيام شغل. طيب معانا التصميم بقى نفسه والفكرة، اتكلمنا عنها أكتر. الفكرة كان صاحب المكان اختار الرسمة واداها لي إن أنا أنفذها له على الجدار. هنا بيكون ليه الحرية المطلقة ولا بيحتاج خبرتك في فكرة الألوان والشكل هو والفينشينج دايما الأخير؟ النحت الريليف دايما بيتفنش إن هو بيكون حاجة أثرية أو حاجة قديمة، حسب ذوق أو العميل حسب ما بيكون ذوق كل محتاج. شخص. طيب استاذنك يا مؤمن في باقي الصور وناخد برضو تعليق استاذ سالم عليها. تمام. كل عمل طبعا ليه بقى اكيد ترتيبات سابقه وليه تحضيرات قبل ما ايوه، تقوم. في بيبقى في الشغل الكلاسيك، في شغل المودرن كده، يعني حسب دلوقتي الموجود اكتر او المطلوب اكتر من الناس. المطلوب اكتر دلوقتي الشغل المودرن. طب احنا معانا برضو صوره على ديا الهواء بنت حي الجماليه اللي انا اللي احنا شاركنا دخلت بيها في فيها المعرض. في ملتقى الابداع الدولي بسيادة جميل. الصاوي. طب تفاصيلها وكواليسها بقى. دي الاول بالطين الاسواني، وبعد كده عملت ليها قالب رابر سيليكون، وبعد الرابر السيليكون صبتها بوليستر اللي هو يعتبر رخام صناعي. اخذت معاك وقت قد ايه؟ اخذت لها وقت بتاع حوالي 10 ايام شغل. نشوف العمل اللي بعد ده، هيكون تمام، معانا صورة تانية، لان كل عمل وكل تصميم ليه فكره اكيد مختلفه، ايوه. ليه يعني ترتيبات زي ما قلنا مختلفه جدا. اقرب الاعمال لقلبك ممكن نقول ايه؟ عملت عمل مشارك بيه في المتحف الإسلامي، في متحف الفن الإسلامي، النهارده كان المعرض افتتح النهارده، فن وسلام، مع الفنان محمود الببلاوي، جميل. فنان تشكيلي. عملت تمثال للصوفية اسمه يا مولاي، وده اتكرمت فيه من حوالي أسبوع مع الدكتور عماد وهب في جاليري الإعلاميين، وبعد كده نقلته وديته المتحف، واتعرض النهارده، هيفضل موجود هناك لمدة أسبوع. لمدة أسبوع ابتداء من النهاردة كان الافتتاح. أيوه، وإن هيخلص شاء الله يوم يفضل سبعة موجود اه لغاية هيفضل يوم هناك 7. لحد يوم سبعة. إحساسك إيه بقى تجاه كل عمل بتقدمه؟ يعني تمثال مختلف، أيوه، لوحة جديدة، جدارية جديدة.
يا ببقى طول ما انا شغال ببقى عاوز ان انا اخلصها في اقرب وقت عشان خاطر اشوفها، اشوف الصوره، لان دايما بتبقى الصوره كامله في عينيا ببقى شايفها على طول من قبل ما افنشها. تعالى نروح على التمثال بقى بتفاصيله الكتير. ايوه هو طبعا ده يعني يا مولاي. حلو جدا، ايوه الله برافو يخليك. عليك. اخدنا وقت طويل برضو فيه، خدت برضو فيه حوالي 10 ايام 10 ايام. شغل. الناس كانت شايفاه ازاي، او الفيدباك واهم ردود الافعال اللي جات لك عليه؟ انا عارفه طبعا ان في تكريم، بس بتكلم عن الجمهور العادي. الحمد لله برضو في المعرض دون كان كل الفنانين التشكيلين اللي دخلوا المعرض او الجمهور، في اللي ابدع اعجبوا بيه وفي اللي وقف اتصور جنبه وطلبوا الصورة مني كده ممكن يعني، تقدم وفي مجموعة من التماثيل؟ والفنان عادل بنيامين فنان تشكيل كبير وقف وعلق لي عليه، كان هو المفتتح المعرض في جرى الاعلاميين، أيوة. فوقف علق لي عليه ولما عرف ان انا هاوي مش دارس قال لي انا برفع لك القبعة. جميل. دي شاركت في معرض عودة الحياة، وشاركت في مجموعة كبيرة جدا من وشاركت في المعارض، كلمني عن أهمهم. هو يعتبر كان اهم واحد بالنسبة لي في ملتقى الابداع الدولي، ده كان اول مرة في حياتي ان انا اشارك في معرض، وردود الافعال كانت على اللوحة كانت كويسة واتكرمت فيه زي ما انا قلت لك في سفير الفن التشكيلي من الدكتور محمود علي. جميل. والمعرض اللي يعتبر المعرض الثاني اللي المعرض الثالث ليا ده برضو مهم جدا بالنسبة لي، لانه كان موجود في المتحف الاسلامي وده شرف لي ان انا اكون عارض حاجة هناك.